بشكركم من كل قلبي يا رب تكون نالة إعجابكم موسيقى يانا يانا للفنانة الراحلة صباح. ودايما ان انا بقدم لكم كل اللي بقدر عليه جديد في جديد من البيت الفني لصناعة آلة الناي وصناعة آلة الكولة. بوصل رسالة للسادة السميعة الناس اللي هم بتسمع، يعني في ناس كتير قوي يعني ايه بيسألوني، احنا يجيبوا لي كده اغاني كده اسماء يقول لك انا عايز اسمع المهرجان، انا عايز مش عارف اسمع ايه، انا عايز كذا. لا، الاغاني اللي انا بقدر اقولها حاجات تتسمع، يعني حاجات يعني ليها قيمة وللناس اللي هم بيسمعوا. فبقول لهم يا جماعة انا على قد ما اكون فاضي ما فيش عندي عمل بقدر ادي رسالة ان انا بقدر اطلع الكولة وبعزف اي اغنيه مثلا، يعني من الاغاني اللي تتفهم تتعرف، يعني مثلا لصباح، لعبد الحليم، لفريد الاطرش، لام كلثوم، لانديل، للناس اللي هم العظماء دول. ودايما يا رب كده يا رب اكون اقدر اوصل المعلومه للساده المبتدئين يفهموا ايه الطبقات الصوتيه، لان دايما كتير قوي بيسالوني احنا عايزين نعرف كل اغنيه الطبقه الصوتيه بتاعتها ايه. بقول لهم على حسب الموسيقى، يعني انت ممكن دلوقتي تغني يانا يانا دي ممكن تغنيها من الفا، ممكن تغنيها من الصول، ممكن تغنيها من الري، ممكن تغنيها من كذا. المقام نفسه اسمه مقام رصد. يعني دلوقتي انا مثلا كنت بلعب، انا ايه دلوقتي بلعب رصد على المي، مي بمول رصد. ده اسمه ايه؟ مقام رز المي بمول من على كولا جهركا. كولا جهركا اللي هي يعني بهية الفا. اوكي؟ طيب دلوقتي احنا نمشي واحدة واحدة، فلازم نعرف كل كبيرة وصغيرة. يعني دلوقتي مثلا عامل تعليم على الفيديو، عامل الناي اللي هو ناي الدوكا، علشان قواعد الموسيقى لازم تكون صح وتفهمها صح. ناي الدوكا علشان تقدر تقول ايه، يعني ناي الدوكا اللي هو الري، يعني عشان تقدر مثلا تمسك السلم الموسيقي وتقوله صح. مثلا تمسك دلوقتي ايه، تمسك ناي الدوكا وتقول ايه دو ري مي فا صول لا سي، تتعلم القواعد الموسيقى اللي هي الصح. فشيء بدون معلم مش هتتعلم. فبفضل الله يعني ان انا بحكم راجل صانع، بفضل الله تعالى ربنا من عليا موهبه التصنيع. ياما ناس عازفين كتير قوي مهره بس ما عندهمش موهبه التصنيع، وده مش عيب طبعا يعني. فالموضوع ان الحمد لله بفضل الله تعالى ربنا من علي موهبة التصنيع وموهبة العزف، فبقدر اوصل الرسالة بحكم شغلي وبحكم عملي. مش طالع علشان اتفزلك ولا طالع علشان اادي كده ولا لا، انا طالع علشان اادي رسالتي في تصنيع آلة الناي وآلة الكولة، لان في ناس في جميع انحاء العالم مش عارفين يعني ايه كولة، فانا بوصل لهم المعلومة يعني ايه كولة. والكولة تقول بفضل الله تعالى تقول جميع الاغاني بجميع انحاء العالم، تقول لفيروز، لأم كلثوم، لعبد الحليم، لفريد، لأي حد من الحاجات دي، يعني أي حد، تقول هندي، باكستاني، ياباني، على حسب حرفة العازف. فالموضوع إن مش أي حد ياخد أي حاجة كده وخلاص، لأ، بيجي لي طبعًا عندي في البيت الفني، يقول لي إيه مثلًا اللي يناسبني، أقول له مثلًا اللي يناسبك، لأن الموضوع ده أذواق. الموضوع ده مثلًا يعني أذواق حتى في الموسيقى وكده، أقول له اللي يناسبك دلوقتي علشان تتعلم في الناي لازم تاخد ناي دوكا. ناي الدوكا طبعا عندك، عايز تعرفه ازاي ناي الدوكا؟ موجود عندك في التعليم على اليوتيوب. انا عامل انا ايه نص ساعه وعاملها ثلاث مقاطع على اليوتيوب تعليم الناي، وعامل على الكوله تتعلم على الكوله اللي هي الكوله اللي هي النوى. ايه اللي هي النوى؟ اللي هي دي طبعا عشان تقدر ايه تمسك الكوله، يعني ايه تمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا يعني كده، يعني عشان مثلا لا طويله قوي ولا قصيره قوي، لان الناي اللي هو الدوكا ده طوله 60 سم، طول الكوله هنا دي 30 سم. فالموضوع اساسا انت ايه، عشان الكوله لو انت خدت كوله دوكا هتبقى كبيره عليك، المسافات كبيره قوي عليك، وهيبقى الفم بتاعها كبير. لكن الموضوع اساسا انا قلت لا اعلم الناس، يبقى الموضوع ايه عشان يقدر يحب الاله لازم يتعلم على كوله اسمها كوله نوى، اللي هي عبايه الصول رصد الفا. اوكي اسمه مقام، اسمه مقام رصد. الاغنيه نفسها بتاعت يانا يانا اسمها رصد، مثلا ممكن اغنيها من على رصد الفا، ممكن اغنيها من على رصد المي بمول. طبعا انا هغنيها نفس الموضوع علشان اقول لكم ايه دي طبقات صوتيه.
يعني عشان تعرف يعني ايه طويل وقصير. دي طبعا واحد يقول لك دي طاقة عالية، هنعزف بالكبيرة دي هتبقى ايه الصوت ارخم شوية واطي يعني. اللي انا كنت بلعب بيها دلوقتي مفيش حاجة اسمها ايه دي صوتها احلى ودي صوتها اعلى، لا 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 لا، القصة كلها ان انا صوتي غير صوتك غير صوت اي حد تاني. دي اسمها ايه طبقات صوتية. زي يعني الفرقة مثلا دي 10 افراد كلهم لابسين ايه زي واحد اللي هو ايه مثلا لابسين كلهم اسود، الاجسام اكيد مش واحدة، هتلاقي الطويل والقصير وتلاقي ايه ابو كرش وهكذا وكذا يعني. فالقضية بتاعتنا ان احنا ايه زي ما قلت لحضرتك ده عامل مثلا تقدر تقول مثلا عايز يعني ايه الكولة يونيفورم واحد، يعني مثلا زي واحد يعني ايه زي واحد مثلا 4 الواحد 2 3 4 وردات، طويل قصير 4 الوردات و6 ثقوب من الامام، طويل قصير في الكولة نفس الشيء، ونفس الشيء برضو في الناي. ليه بقى طول وقصير؟ عشان دي اسمها طبقات صوتية، يعني أي كولة من دي تقول جميع الأغاني في جميع أنحاء العالم. نفس الشيء ناي يقول جميع الأغاني في جميع أنحاء العالم، أوكي؟ بس على الطبقة الصوتية اللي هي بتاعته. اللي هي إيه؟ يعني مثال عشان تفهم الموضوع كويس. أنت دلوقتي اتعلمت على قطعة واحدة، لو اتعلمت على قطعة واحدة واحترفت عليها خلاص بنفس اللي أنت هتلعبه على الكولة دي هتلعبه على القصير والطويل بنفس الأصابع. إيه اللي هيخلي الصوت يختلف من الأطول للأقصر؟ اللي هو الكولة نفسها اللي هي الطبقة الصوتية. مثال معاك انت دلوقتي اتعلمت واحترفت الكولة من عندي، هتيجي تاخد من عندي طقم، الطقم ده مكون من كام قطعة؟ 7 قطع اللي هم ايه 7 قطع؟ دو ري مي فا صول لا سي. كل حرف من اللي قلت لك ده دلوقتي بقطعة كولة اللي هي الطبقة الصوتية. 7 مطربين تحت وانت معاك 7 قطع فوق. كل مطرب طالع من على المسرح يقول لك انا عايز اعزف يانا يانا، انا عايز موسيقى يانا يانا. واحد يقول لك انا من الفار، بطلع له الفار وهكذا من الفار. يطلع واحد تاني خلص المطرب ده، يطلع واحد تاني مثلا يقول لك انا ايه عايز اغني يانا يانا بس ايه من المي بمول، راس المي بمول، هقول له اوكي وهكذا. يبقى هنا ايه اسمها طبقات صوتية، صوتي غير صوتها غير صوت ده. مين اللي يعرف الحاجة دي؟ شيء بدون معلم مش هتتعلم، لكن تاخدها من بالك تقول انا خرم ماسورة بلاستيك زي ما الناس بتعمل، اوكي الموضوع مش في الصوت، ما انت لو جبت ماسورة بلاستيك هتخرمها هتطلع صوت معاك اوكي وهتطلع اغاني اوكي، بس مش هتطلع اغاني سليمة مظبوطة. ليه؟ لان بين كل ثقب وثقب في ايه؟ في عملية حسبية، يعني مش اي حاجة كده بيعملها كده وخلاص، لان دي المقاسات، يعني مش اي حاجه كده وخلاص. يعني ازازه الميه المعدنيه بتطلع صوت، طب الموضوع مش عايزين صوت احنا بس فقط، احنا عايزين الحان تكون خارجه سليمه من الاله. مين اللي يعرف الموضوع ده؟ اللي يكون عنده موهبه التصنيع وخبره في التصنيع اللي هو العبد لله. اوكي ليه بقى ان انا دلوقتي مجيلي انت عندي بالظبط كده انا عايز اتعلم، اقول لك اوكي من عينيا، في عندي فيديو ده خاص اللي على اليوتيوب ده نص ساعه. طبعا تقول لي ما تحط دروس اكتر، اقول لك لا ما ينفعش عشان اكل العيش، فطبعا مش هينفع. بوريك بس انا شرحي عامل ازاي، زي ما واحد دلوقتي يقول لك ايه ده شرحه جميل جدا، زي واحد مثلا ابنك عايز توديه لمدرس يقول لك مثلا يا بابا انا مش مستوعب المدرس ده، انا عايزك تغير للمدرس ده. لما انت تلاقي مدرس تاني هيقول لك شمال شمال دو دو او ري ري او فا فا او صول صول وحاجات مظبوطه وراجل فاهم، يبقى انت هنا ايه هتستوعب منه الموضوع تمام. طيب الموضوع لايف مش هيتعلم لو قعدت 100 سنه هقول لك شمال شمال يمين يمين، وفي نفس الوقت هتعطلني وهتعطل نفسك بعد ما تمشي من عندي. الله، هو الاستاذ صبر امتى قال لي 1، امتى قال لي 2، امتى قال لي 3، امتى قال لي 4، امتى قال لي دو، امتى قال لي ري. لكن الفيديو انت بتشاهد الفيديو كانك بتشاهد فيلم اتفرجت عليه وخرجت حفظته، عايز تحكيه لزميلك يقول لك لا سيبني اتفرج عليه عشان استمتع بيه وهكذا. لما تاخد الفيديو تتفرج عليه هتلاقي نفسك انك انت ايه اي معلومه مش مستوعبها بترجع تاني اللي انا ايه اللي انت ما استوعبتوش. اوكي طبعا انت مش هتاخد كل يوم الفيديو 6 ساعات ده وتتفرج عليه، لا انا عامله على فئات، 10 دقائق مثلا المسكه الصحيحه ازاي، 10 دقائق تعليم النفخ ازاي، 10 دقائق السلم الموسيقي يتقال ازاي، 10 دقائق هنقول المقامات الموسيقيه ازاي، 10 وهكذا. لو كل يوم انت اتفرجت على 10 دقائق قيمه 5 6 مرات بدون ما تعزف معايا حفظت ال 10 دقائق دول، هتروح مرجع وتمسك الاله معايا هتلاقي نفسك مظبوط 100%. ليه بقى؟ ان نفس القطعه اللي انا حدها لك من عندي هتكون موجوده بنفس السي دي عندك في الفيديو، كانك زي صبر كولا عندك في البيت بيعلمك لايف، لان بنفس القطعه اللي هيكون ماسكها صبر كولا في الفيديو
انت هتكون نفسك ماسك القطعه، نفس القطعه معايا، هقول مثلا دو في الفيديو انت هتقول ايه دو معايا، هقول ري هتقول ري معايا، زي ما انا بقى ايه زي ما انا شايف نفسي كده في الفيديو وبعزف وهكذا. بالطريقه دي هتوصل، لان طبعا ما كانوش عملوا سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه وسنه خمسه، انت فهمت قصدي؟ لغايه ما توصل ان شاء الله لرساله الماجستير وبعد كده الدكتوراه وهكذا. فما فيش اي حاجه كده مره في مره، ما ينفعش كده مثلا في يوم وليله انك انت تصبح عازف، ممكن في يوم وليله هتنفخ بقيت عازف، لا طبعا، لان الموضوع كبير. بس الشيء بدون معلم مش هتتعلم، لكن شيء بمعلم باذن الله هيبقى ايه سهل جدا جدا. اسف على الاطاله، واشكركم من البيت الفني لصناعه اله النا وصناعه اله الكوله. النهارده كان موافق 5/2/2017. كل عام وانتم بخير. بمناسبه السنه الجديده 2017، اي من يقتني ناي او كوله من البيت الفني يرجى الاتصال، موجود على اهو تليفون من داخل مصر وخارج مصر. تليفوني من داخل مصر 0-122-33-44-078، من خارج مصر 0-02-0-122-33-44-078. ايميل على الهوت ميل صابر 144 هوت ميل. ايميل على الفيسبوك صابر كوله بالعربي، صابر كوله بالانجلش، صابر للنا والكوله، النا الاصيل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف على الاطاله. شكرا، اخوكم صابر علي الشهيد بصابر كوله. السلام عليكم.